مش كمساعد يا محمد. يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر. ربنا يخليه. كمال بيقول حلقه قويه جدا وكلام مهم جدا، نشكرك. انا مبسوط لانك في بيتك ومخلينا نعيش الاحساس ده معاك. رايح ببدله جميله وتقليديه وبتتكلم بكل حريه وبتطلب شاي وكانك في بيتك، طبعا والله والله منور بيتك يا الله ايوب يخليك. الكره ده المصريه. حقيقي، ده شعور حقيقي على فكره، شعور حقيقي بجد يعني. صحيح، بس الشاي ما جاش على فكره. هيخش لك حالا انا كمان، ماشي بس يعني ماشي، عايز انا باشا من غير تدخله سكر كمان يعني، كمان يعني يعني. توفير معلش. جدا يعني. امتى الكابتن احمد شوبير يعتزل الاعلام ويعود الى البيت الكبير؟ انا لا اشكك في اهلاويتك. ممكن تفكر امتى ان انت تعتزل الاعلام يا كابتن؟ ما فيش حاجة اسمها امتى تفكر، بس انا دايما بشوف ترتيبي، بشوف مصداقيتي، بشوف رد فعل الناس، بشوف متابعتي، ده مهم جدا. وعلى فكرة انت اكتر واحد تقيس نفسك طبعا. يعني، سيبك من كل مش عارف اللي بيتقال من باب الايه وبتاع، لكن انت اكتر واحد تقيس نفسك. هل ما زلت تحظى بالمصداقية؟ هل ما زلت تفجر قضايا؟ هل ما زال برنامجك ليه متابعة بشكل جيد؟ هل ما زال في اللي بيحبك وفي اللي بيكرهك؟ هل فما زال اللي متفق عليك وشايف ان انت هايل، وقال اللي فيه مش طايقك وشايف انه بس بيتفرج عليك، وهكذا. طول ما الحالة دي موجودة، طول ما انت موجود، لما هتبقى زي الماء الساقعة يبقى مالكش دور، مالكش تواجد يعني. لكن بالتأكيد هيجي اليوم اللي هتبطل فيه يعني، ما هي زي كرة القدم يعني، هيجي لك يوم هتبطل فيه. بس انا عايز اخرج دايما. كنت انا قعدت انصح الحضري سنتين. الحضري يا كابتن بالنسبه لك شايفه ايه؟ احسن جول في تاريخ مصر الحضري؟ طبعا احسن جول في تاريخ مصر؟ طب ده الارقام. انا دايما بقول كده، انا ما عنديش خجل ان انا اقول هذا الكلام. الارقام زعلت لما كان بعيد عن المنتخب الفتره اللي فاتت، يعني لا. قياده المنتخب يعني. لا لا لا، انا ازعل ليه؟ يعني لا ازعل ليه؟ ما ازعلش ليه؟ ما اصلها مراحل. فخد مرحلته، بس هو كرم افضل تكريم في كاس العالم. ترجع انا من بتكلم كاس على وجوده في الجهاز الفني للمنتخب. لا لا لا، لسه لا شويه. لا حضرتك شايف لسه شويه. لا لسه شويه. لا لا، انا بحسب كلاعب يعني. لا لا لا، حضري عقب العوده من كاس العالم انا اعتزلت. سلام عليكم. اكبر باب تخرج منه هو ده اللي انا بقوله له دايما يعني. انا لولا وجود الحضري يعني، لولا الحضري كنت انا هتصنف مكان فاهم في حراسه المرمى في تاريخ مصر يعني. لكن هو الحقيقه عمل تاريخ. اتفق بقى، اختلف معاه، تحبه وتكرهه، دي حاجه بتاعتك، بس انا بقول على التاريخ. ده تاريخ كبير جدا 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 عصام الحضري. عشان كده انا كمان كاعلامي عايز لما اجي اخرج، اخرج من الباب الكبير. دي النصيحه اللي قالها لي ناجي جويني. اخرج من الباب الكبير، ما تخرجش من الباب الضيق. انا خرجت وانا واقف على رجلي، حارس مرمى النادي الاهلي، حارس مرمى المنتخب الوطني، سلام عليكم، عندي 80,000 في استاد القاهره. في مهرجان الحمد لله بفخر دائما وابدا بيه. فهو ده كان لازم عصام يخرج بالشكل ده.